مفدنا سلام المناصير، يعني مباراة كانت مثيرة، الكرة ابتسمت لفرنسا، وبكرة حنشوف إنجلترا وكرواتيا، ممكن يكون نهائي فرنسي إنجليزي. مساء الخير أبو كرم، تحية لك ولضيفتين الكريمتين. نعم بالفعل، طبعا الديوك الفرنسية فعلتها وأقصت المنتخب البلجيكي، وكما تحدثنا ليلة أمس أبو كرم، يعني كما قلنا بأن المشجعين الفرنسيين الذين حضروا إلى موسكو انتظارا لمباراة النهائي كانت لديهم الثقة الكاملة والتفاؤل الكبير بالوصول لمباراة النهائي. حتى بعد المباراة نتحدث عن امبابي الذي كان هو نجم المباراة وأقصى هازارد المنافس على جائزة اللاعب الأفضل، وربما طبعا سيتوج بعد خطوة واحدة بالبلندور. امبابي قال سنموت في الملعب في المباراة النهائية، لن نعود لباريس حتى ونحن متوجين. طبعا نتحدث على أومتيتي الذي كان هو صاحب هدف المباراة الوحيد وأيضا الذي فاز بجائزة اللاعب الأفضل في المباراة. أبو كرم قال بعد المباراة، نحن تدربنا على جميع خطط لعب الفرق الأخرى، لعبنا أمام بلجيكا بطريقة مختلفة، حتى الهدف الذي سجلته تدربنا عليه كثيرا. يبدو أن فرنسا باتت أكثر استعدادا لخطف اللقب، ولكن طبعا ديشام بعد المباراة قلل من التفاؤل الكبير وقال علينا أن ننتظر المباراة الأخيرة خطوة بخطوة. المباراة الأخيرة قبل النهائي والمركز الثالث هي إنجلترا كرواتيا، كيف الأوضاع عندك؟ أبو كرم طبعا نتحدث جماهيريا المباراة حتى الآن، يعني لم يتبقى الكثير على المباراة، أقل من 24 ساعة، ولكن لم نشاهد الجماهير. هنالك مشكلة أبو كرم، تعلم جيدا بأن عزوف الجمهور الإنجليزي يأتي أولا لعدة أسباب. السبب الأول الأزمة السياسية الدبلوماسية ما بين موسكو ولندن أثرت على الجمهور الإنجليزي. ثانيا مسألة بيع التذاكر، تعلم جيدا صعوبة الحصول على تأشيرة الدخول لموسكو تحديدا للمواطن البريطاني، كان لابد عليه الحصول على التيكت ومن ثم يعني ممكن أن يحصل على الفان أيدي التي تسمح له الحضور هنا لروسيا بدون تأشيرة دخول. هنا لا توجد التذاكر، حتى أسعار التذاكر لمباريات يوم غد في السوق السوداء يا أبو كرم تجاوزت 1500 دولار، يعني أي مشجع إنجليزي موجود في لندن والمدن الأخرى لا يستطيع الحصول على التكت من أجل الوصول، وهذه مشكلة طبعا موجودة هنا بالنسبة للجمهور الإنجليزي. بينما لكرواتيا طبعا إزلاتكو المدرب الذي تحدى الكثير من الضغوط وجه بتغريدة الشكر لجماهير الإماراتية والسعودية على الدعم الكبير الذي حظى به إزلاتكو، وطبعا يتمنى بأن يصل المباراة النهائية وأن يكسب الرهان أمام ديشام، وهو كما يقول طبعا نحن بلد صغير ولكن نملك حلما كبيرا. شكرا لك سلام المناصير، والآن